ايه ده؟ الو الحق علويه، ايه ده؟ اوكي علويه، زي ما انتم شايفين لسه داخلين بروك هيفن حالا بالا مالا فعلا. زي ما انتم شايفين ابديت في حاجات كتير اتضافت، تليفون، محلات، حاجات كتير جدا. يلا بينا على طول، وادي حركات التوزيع فله. ايه ده، هو في شخصيات في التحديث الجديد مزوره؟ وانا بقول لي ايه التحديث الجديد ده، مش فاهم اي حاجه. اوكي لحظه واحده بس عشان العلويه يفهموا. العلويه كان في فيلم امبارح بتاع جد حركات طبعا، والجد اتخطف من العصابه الاسبانيه. اوكي فالمفروض النهارده ينزل الجزء الثاني بتاع الجد طبعا، ونعرف ايه اللي حصل. اوكي بس احنا هننزل التحديث الجديد، لكن بكره ان شاء الله الجزء الثاني بتاع فيلم الجد بتاع حركات اللي هو متحركه. اوكي النهارده تحديث حصل فيه حاجات كتير جدا، وعلى فكره امبارح في الفيلم بتاع جد حركات متحركه ظهر التحديث الجديد وصورنا فيه. لو ما شفتوش روحوا شوفوه عشان تكملوا معانا الجزء الجديد بكره ان شاء الله. اوكي علويه، دلوقتي هنكتشف كل حاجه وكل الاسرار. خدوا بالكم عشان احنا تعبنا جدا جدا عشان نعرف الاسرار الجديده، عشان ما فيش ولا اي حد على اليوتيوب منزل عليها اي حاجه، ولا حتى في التيك توك. ماشي وادي معلق، يلا بينا بقى بس نكتشف بقى التحديث الجديد ده. هو يلا بينا حركات، تعالى توزع بولا. اوكي اول حاجه هنيجي، تعالى حركات، تعالى يلا بوش بقى اشباك. استنى حركات، اول حاجه علويه طبعا عايزين نروح هناك عند اوكي ادخل من هنا كده معلي، ليتس جو. يب فين حركات؟ اوه وادي حركات، بص علويه معرض، شايفين معرض. ودلوقتي بقى علويه بعد ما شفنا الحاجات، وادي زعبوله، فين زعبوله؟ ايوه زعبوله في زعبل، تعالى وادي ايه كل الحاجات دي؟ انا شفتها. ايه هنشوف كل حاجه دلوقتي. ايه ده دوك؟ او ماي جاد، انت اكتشفت التحديث الجديد؟ مولي دوج بيحب يدخل الغابه عشان يجيب عظمه، لكن انت يا زعبوله بتحب تدخل الغابه ليه؟ عشان فيها عسل كتير يا معلم، انا بحب العسل. يلا بينا يا دوج. واو واو خلينا نمشي. واو واو مع السلامه يا معلم. او ماي جاد العيال طارت والله، اختفوا. هولي مولي حركات الفرخه. وادي معلم، طب احنا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ انا راح امريكا. سلابوكا تحول لعفريت. سلابوكا تحول لعفريت؟ ايه ده؟ جدو شلبي. صباح الخير يا اولاد، انا جاي اقول لكم ان في تحديث جديد لبروك هيفن، والتحديث ده فيه اسرار كتير جدا. اللي هيكتشف الاسرار دي وهيجيب لي خبايا التحديث الجديد ليه عدي روبوكس كتير، فاهمين؟ إيه بجد يا جدو شلبي؟ او ماي جاد كده زعبل هيخسر عشان بيشرح الغابه. اوكي يا جدو شلبي انا هكتشف كل حاجه والله. بص يا جدو شلبي هقعد هنا الثلاث ايام لحد ما اعرف كل حاجه. ماشي يا جدو. ودلوقتي يا اولاد انا كمان بكتشف حاجات كتير، بعد اذنكم لازم اروح اشوفها. مع السلامه يا جدو شلبي. حركات فرخه، انا وانت هنكتشف بس التحديث الجديد، واللي هيكسب حركات يجيب خبايا للجد الشلبي هياخد روبوكس. طب يلا بينا بقى نكتشف كده. اوكي اول حاجه هنعملها طبعا يا علويه وهي في المكان الجديد ده، ليتس جو، تعالى حركات الفرخه. اول حاجه طبعا هنطلع فوق عند المتحف، طبعا هو هنا موجود معرض بس احنا هنخليه متحف يا علويه. هنيجي هنا كده ونعمل متحف. اوكي بعد ما عملنا المتحف في حاجات سريه كتير جدا. اول حاجه هنيجي هنا، بصوا هنلاقي الصور بتاعت بروك هيفن طبعا، ده علويه مستر بروك هيفن. حركات انت بتعمل ايه يا ابني؟ بتشوف البتاع دي مالهاش حقيقيه ولا صوره يا ابني؟ صوره يا حبيبي، وسع وسع، دي صوره حركات. اوكي علويه ده مستر بروك هيفن ودي زوجته، فطبعا دي الصوره بتاعت بروك هيفن اللي هي موجوده هناك عند البيت المهجور تقريبا. اوه ايه ده، بس ده مش شكل البيت والله، ده الصوره متغيره. اوكي خلينا نركز في الصور علويه عشان فيها الغاز. اوه ماي جاد الحقوا، دي الصوره لبروك هيفن القديمه. الحق يا حركات، بروك هيفن القديمه، المطعم القديمه هو والله بتاع البرجر. هولي مولي صورة قديمة علوية، وهنا كمان صورة جديدة ولا قديمة؟ أعتقد إن دي صورة قديمة. الأوتيل يا علوية، بص علوية الأوتيل موجود هنا دلوقتي، الأول زمان كان موجود هناك مكان المطار. ليتس جو، صور بروك هيفن القديمة كانت جامدة والله. وطبعا عندنا هنا الحرامي، وعندنا هنا الملكة مخطوفة، وفي حاجات كتير. بس طبعا أنا جربت حاجة والله يا علوية جربتها وتعبت فيها جدا، قعدت أدور كتير كتير. حركات تعالى بقى حركات، نعمل الخدعة اللي إحنا شفناها. أوكي يا علوية أول حاجة هنعملها طبعا هنا، بصوا شايفين في حديدة كده غريبة شكلها غريب. أوكي وفي هنا جمجمة، الجمجمة دي وراها سر، في كده راجل كده يا علوية يعني شبه العفريت كده بيطلع وبيطلع لك من المكان ده. أوكي تقول العفريت، عفريت أبو علي اللي في بروك هيفن. أوريكم كل حاجة، يلا بينا حركات. أنت بتعمل إيه؟ يا ابني ما تكون في المتحف بقى، مش الحاجات اللي في المتحف بيكون سعرها غالي ولا إيه؟ أنا كمان عاوز يكون سعري غالي. إيه ده، وأنت عايز تتباع في المتحف؟ لا لا أتباع إيه، مش عاوز أتباع التابع. يلا بينا. يلا ده أنت غبي صحيح. أوكي علوية ننزل بقى كده
اول حاجه هنعملها هنروح على المستشفى، لان المستشفى انتوا عارفين متعلقه باي سر في بروك هيفن، فيها اسرار كتير. اوه ايه الشجره دي، انا افتكرت ده زرار والله. اوكي خلينا نروح هناك بسرعه. تعالى حركات، اول حاجه هنعملها اطلع هنا كده بعلي. ايه ده يا بنوت كده بعلي، ليتس جو. ايه ده انت جبت السكيت ركبت عليه؟ والله لا اجيب واحد ركب، يلا بعلي بسرعه نزل بتاعك ليتس جو، زود السرعه كمان، سرعة 45 انا اسرع منك. اوكي ادخل يا ابو علي دلوقتي على ايه، خلاص خلاص عايز اشيل ده. اوكي بعد ما دخلنا هنفعل الكتاب ده اللي هو بتاع الايجنسي. اوكي فعلناه لان ده مكان سري كده بيشغل لنا حاجات كتير في بروك هيفن. تعالى حركات، هننزل بقى دلوقتي هنروح عند المكتبه. اوكي المكتبه فيها الكتاب السري. طبعا هتقول لي يا ابو علي احنا عارفين الكلام ده شفناه قبل كده. اوكي ثانيه واحده هنجيب الكتاب. اوكي اطلع كده يا ابو علي. الو الو مش شايف حاجه. ايوه جبنا الكتاب. اوكي يا علويه سمعت الصوت؟ دلوقتي بعد ما جبنا الكتاب السري ده بقى معانا. تعالى حركات، الكتاب ده علويه وراه اسرار كتير وشفتوها قبل كده في الفندق، وبيخلي شكل الفندق متغير كمان. فالكتاب ده هنجيبه وهنيجي نقف عند المكان ده. ليتس جو. اقف كده يا ابو علي، حط الكتاب. بص يا علويه ايه اللي هيحصل دلوقتي، اسمعوا كده وشوفوا. في قوه خارقه ظهرت وشوفوا ايه اللي بيحصل هنا. مستر بروك هيفن ده تقريبا، والله مستر بروك هيفن هو اللي ظاهر ومخبي وشه كده من الدخان اللي بيحصل وماسك كتاب. او ماي جاد بيعمل ايه مش عارف. زي ما انتم شايفين علويه اختفى، شفتوا حركات؟ وانا بقالي بدي افريد دوت يا ابني، ده مش عفريت حركات. بصوا ظهرت الجمجمه تاني علويه. اوكي خلينا نيجي هنا، بصوا اول ما بنقرب بتختفي الجمجمه وبيطلع مستر بروك هيفن. تقريبا مستر بروك هيفن علويه لسه عايش مش ميت. او ماي جاد اهو، هو لابس ايه مش عارف، لابس لبس حراميه ولا ايه؟ اعتقد ان لابس كاب او طاقيه كده مش عارف. وليه ده؟ او ماي جاد بس ليه مخبي وشه؟ اكيد من الدخان. ماشي علويه ده اول سر تعبت جدا والله عقبال ما عملته، والله علويه انا اللي اكتشفته، ما شفتش اي حد عامله. في بقى خدعة تانية هنشوفها دلوقتي حالا، هنشوفها هي حقيقية ولا لا. تعالى حركات كده. وأول حاجة طبعا احنا عندنا هنا المتحف، المتحف ده شكله بيتغير. اوكي يعني احنا لو مش عايزينه متحف ممكن نعمله مطعم ريستورانت. اوكي بص عملنا ريستورانت عادي جدا، تقدر تنزله وتكون موجود فيه انت واصحابك. بص بنقعد كده عادي جدا. اوكي حركات، بس عندنا كاتشب جوه حاجات، وانا بقول بحب الكاتشب جدا. ايوه بص الكاتشب جامد والله. اوكي في اكل اهو كمان، نقدر نجيب طبق ولا اي حاجه ونقدم الاكل طبعا لو عندنا. اوه ايه ده، هو ايه المكان ده؟ ثانيه احس ان ده مكان سري. الو ما ينفعش ندخل حركات؟ ايه ده ما ينفعش؟ وانا بقول لي ينفع ندخل هنا؟ اشمعنى هنا؟ ده هنا المخزن بتاع المطعم، احنا مش عايزين المخزن، لازم اعرف ايه اللي جوه. اوكي علويه لو حطينا سرير. ايوه برافو عليك كده حركات فرق، حط سرير كده انا عايز بص دماغك تكون شغال، حط سرير كده حركات. يا ابني مش عاوز يتحط ولا ايه؟ تقريبا هو المحل اللي جنبنا اصلا. اوكي اوكي تعالى حركات. طبعا هنا كده علويه المطعم نقدر نقعد فيه عادي جدا، شكله حلو على فكره جنب المدرسه، ممكن ايه بابانا يقعد يستنانا هنا كده واحنا داخلين المدرسه اي حاجه. اوكي فطبعا علويه هنيجي هنا بقى كده هنشيل المطعم وهنحط المعرض. اوكي نزلنا المعرض، شايفين معرض العربيات ده جامد جدا، معرض العربيات ما كانش موجود في بروك هيفن، فحلو جدا ان هو اتضاف في بروك هيفن. اوكي هنقعد هنا طبعا علويه كده، انا بقيت صاحب المعرض. شايفين العربيه دي؟ اقدر اغير شكلها، اخليها تاكسي، اخليها اي عربيه ثانيه، اخليها العربيه دي. ما اعرفش بقى انا عشان شاري العربيات دي، العربيات دي ظاهره لي ولا لا، يعني انتوا ممكن تنزلوها انتوا كمان ولا لا، مش عارف بصراحه. انا عشان شاري العربيات دي فكله ظاهر لي تقريبا ان انا نزله. بصوا كل العربيات اقدر انزل اي عربيه، ليتس جو. اوكي حتى البيتش باجي بتاعي اقدر انزل. الو مش عايز انزل، نزلت البيتش باجي شاف حركات. تعالى حركات دلوقتي، ممكن يكون برضه في مكان سري في الحيطان. اهم حاجه علويه ان احنا نكتشف كل حاجه عشان ممكن يكون في اماكن سريه، يعني وانتوا بتلعبوا اكتشفوا، اللي اكتشف حاجه يقول لي طبعا. اوكي الصوره دي وراها حاجه ما وراهاش حاجه. طيب حركات كده اكتشفنا كل حاجه هنا علويه، دلوقتي بقى نطلع هنيجي على المكان الصغير ده اللي هو المطعم الصغنون ده. مطعم كده حلو مناسب، شكله لطيف بصراحه، يعني برضه نقدر نقعد هنا. اوكي حركاتك غبي، انت راكب ايه؟ يا ابني بوتش بابا جايه، جرب براحتك حركات الفرخه. اوكي علويه بعد ما جربنا بقى عايزين نشوف اي حته كده مكان سري. اوكي ادخل كده ابو علي، مفيش هنا تقريبا اي مكان سري. ياب لازم واو اهو، بص 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 انا بدخل من هنا من هنا من هنا. او ماي جاد عديت من هنا عادي، ليتس جو. اوكي طبعا هنا علويه تقريبا لو حطينا السرير يا علويه ممكن ندخل اللي تحت اللي هو عند المقر الحراميه. اوكي يعني هنجيب السرير ونحاول ان احنا نحطه هنا كده. يب ما بيتحطش برده. اوكي اتحط اتحط علويه، اكيد هدخل تحت، ليتس جو. قلت لكم ادخل عند مقر الحراميه، شفتوا اهو جيت عند مقر الحراميه بالظبط.
اوكي خلينا نرجع تاني. طيب على اللوين المكان ده برضو بنقدر نغير شكله، بنقدر نضيف حاجات كتير. خلينا نطلع نشوف ايه اللي نقدر نضيفه. اوكي هنيجي هنا طبعا في الحيطه، في عندنا هنا طبعا اللي هو المطعم الصغير ده، وفي عندنا هنا المغسله. اوكي الو انا حطيت لي السرير، ثانيه نزل المغسله. بس على اللوين شايفين في لبس كتير حركات. وانا بقول لك ريد فاركو الجو الغساله. ايوه برافو عليك، عشان تغسل نفسك بقى وتكون نضيف كده حركات. ايه ده اغسل نفسي كده واكون نضيف بقى وادفع كام؟ مش عارف بصراحة، هو غسيل الملابس بخمسة جنيه، لكن غسيل الناس اللي زي كده حركات تقريبا بعشرة جنيه. روح مونيكا، الدرجة دي معفن ولا ايه؟ لا عشان انت مش معفن، عشان انت فيك كمية غباء هتبوظ الغسالة أصلا. أوكي تعالى كده هننزل بقى اللي هو من مكان المغسلة ده، هنشوف الحاجات الجديدة اللي اتضافت تاني في أماكن كتير. أوكي تعالى حركات الفرخة. اوكي مفيش اي حاجه. في هنا في محل تعالى حركات، والله في محل علويه ليتس جو اطلعوا علي. بس المحل ده فيه كل حاجه بتتعلق بالعربيات، لو عايزين نقدر نعدل العربيات بتاعتنا نضيف حاجات كتير. يعني مثلا علويه لو انا نزلت العربيه بتاعتي، اوكي خلينا ننزل اي عربيه مثلا، هنجيب وليكن العربيه دي. اوكي بص العربيه دي موجوده اهي، بس طبعا من غير النيتروز ولا اي حاجه، ممكن نضيف النيتروز. اوكي حط هنا كده التربو، لتس جو التربو اهو يا علويه شايفين، اقدر اغير كمان شكل التربو. اوكي طبعا الحاجات دي كلها عارفينها اهو التربو. لو جينا بقى المحل ده نقدر نشتري حاجات كتير، تعالى حركات، نقدر نشتري التربو، في تربو عنده اهو. اوكي في تربو، في طبعا الاطارات، في حاجات كتير، في تعديلات يعني لطيفه بصراحه. بس كنت اتمنى بصراحه ان احنا نقدر ناخد الحاجات التعديلات دي ونستخدمها. بصوا شايفين هنا البتاع بتاع العربيه فوق. اوكي في اي حاجه سريه؟ اهم حاجه الاماكن السريه، احنا عايزين ندور على مكان سري. اوكي مفيش اي حاجه تانية على اللوية، خلاص بيت في النور. اوكي نقدر نغير المكان ده، نقدر طبعا شايفين هنا فون ستور، نقدر ننزل محل موبايلات. ليتس جو، واخيرا اضاف محل موبايلات، لان اخر محل موبايلات يا علوية كان موجود في اللعبه، اللي هو كان موجود عند السينما هناك، فاكرينه في الدور الثاني. اللي فاكر طبعا ومن الناس القديمه في بروك هيفن يكتب لي في الكومنتات. اوكي حركات، انت بتعمل ايه حركات؟ واجب عليه دول عندهم موبايلات كتير وفرنسي. موبايلات كتير وفرنسي، انت جاي تسرق موبايل كمان وتتكلم. اوكي خلينا نجرب الموبايلات كلها. الموبايل ده الشبكه فيه وحشه، لا مش عجباني، خلينا نجيب الموبايل الثاني. اوكي ايه ده نفسه تقريبا. او ماي جاد احنا بندوس على كل هو لا مش هو بيتغير على الهويه؟ بيتغير ولا بيتغيرش؟ ثانيه لا ما بتغيرش، نفس الشكل، كلهم نفس الشكل، بس شكل لطيف يعني ان هو في موبايلات كتير نقدر ناخدها وكده. اوكي في اي مكان سري؟ مفيش مكان سري. حركات الفرخه، مفيش مكان سري، يب مفيش. وانا مالي ينفع بوتشي كمان تشيب اللابتوب ده؟ ايه ده ينفع كمان نجيب اللابتوب؟ ليتس جو نايس، حلو والله. نقدر ننزل ايه تاني؟ نقدر ننزل جان ستور، ليتس جو، محل الاسلحه العلويه. طبعا المحل ده اللي ظهر في الفيلم امبارح بتاع جد حركات متحركه، اللي ما شافش الفيلم يروح يشوفه عشان هينزل منه الجزء الثاني بكره ان شاء الله، خليكم جاهزين. اوكي علويه هنا طبعا محل الاسلحه ده تقدر تشتري اي سلاح، شايفين اي سلاح ادوس عليه اقدر اخده. اوكي حاجه لطيفه برضو ان يكون في محل اسلحه وكده، اللعبه تكون حماسيه شويه. وطبعا في كل انواع هنا طبعا علويه كتم الصوت موجوده تحت. اوكي هنا خلاص نكون اكتشفنا المكان بالكامل، خلينا بس نعمله محل موبايلات عشان شكله لطيف بصراحه. محل موبايلات اجمد شكل على علويه على فكره. اوكي تعالى حركات، مفيش اي مكان تاني. في تعديل بسيط هو عمله كمان ويلف في اللعبه، ان جاب بروك هيفن شيلتر اللي هو بتاع الناس اللي هي طبعا اللي ما كانش عندها بيت، كان موجود هناك في البريد، جابه في الحته دي اللي كانت فاضيه، كان موجود هنا المكان فاضي اللي هو قصاد طبعا العياده، جابه هنا وحطه في المكان ده. قولوا لي رايكم المكان مناسب وحلو ولا كان هناك احسن عند البريد. اوكي خلينا بقى نطلع، تعالى حركات الفرخه دلوقتي نكتشف ايه اللي موجود تاني في بروك هيفن. يلا ايه ده انت منزل يا ابني العربيه الكبيره دي ليه يا ابني؟ يا ابني مش حشيه خفيفه. خفيفه هي فرخه انت يا نوب. ايه يا نهار زبد، انت وقعت في البسين يا فرخه، الفرخه دي عربيه تقيله فرخه. بص انا بصراحه افكر بقى، انا ممكن او ماي جاد انا وقعت، تعالى فرخه تعالى تعالى اخيرا جبت كانوب. او ماي جاد ربعه تاني، تعالى حركه الفرخه دلوقتي بقى يا علويه هنروح الناحيه التانيه. تعالى يا ابني حاسب تقع. اوكي نط لك ابو علي، يب يب اديني نطه حلوه كده، ليتس جو. اوكي هنروح الناحيه التانيه عشان في تحديث هناك كده عند الاركيد. اوكي تعالى حركات، التحديث اللي عند الاركيد ده برده جامد على اللويه. اوكي هنطلع دلوقتي، خلينا اجيب بس السكيت بتاعي. اوكي اطلع كده يا معلم. هنا بصوا على اللويه بقى الاركيد خلاص مبقاش فيه دور تاني للاسف، السلم اللي كان في الاركيد هنا اللي بنطلع من عليه اتلغى خلاص، بقى محل الاركيد
في الحاجات دي بس. الحتة دي فاضية، ما اعرفش هيضيف فيها ايه ويلف، ممكن يضيف فيها بلياردو تقريبا. خلينا نطلع على حركات بس كده نشوف المكان اللي فوق. المكان اللي فوق ده هنا بقى اللي هو بتاع الحفلة اللي هو البيرث داي، اوكي. فهنا برضو زي ما هو خلاه حفلة بحيث الناس اللي كانت حابة المكان اللي هو بتاع الحفلة موجود زي ما هو، بس ضاف تعديل احنا نقدر نغيره نخليه بارتي. هو هنا بارتي دلوقتي، هو هنا بارتي فعلا، فهنقدر نغيره بقى اللي هو نخليه بريكفاست مثلا، فمكان ناخد فيه فطار. هو ويلف تقريبا بيحب المطاعم، فعامل في كل حته مطعم. هنا المطعم شكله جامد برضو قدام اسم الشرطه على طول، شكله جامد بصراحه، لطيف، في حاجات كتير. وانا بقول ايه، بس ما فيهوش ثلاجه يا ابني. هو انت لازم كل مطعم يكون فيه ثلاجه؟ ده انت حرامي تخصص ثلاجات. خلينا نيجي هنا كده على اللي هو. طيب دلوقتي بعد ما شفنا المطعم وخلاص مش لاقيين اي مكان سري، كمان شايفين ده تلفزيون تقريبا، مش عارف. اوكي انا عايزكم تكتشفوا كل الحاجات دي، وبعد ما شفنا هنا المطعم هننزل الصالون ده. اوكي علوية، بعد ما الصالون نزل شايفين الصالون بيبدا معانا من اول هنا كده، مفيش اي مكان سري. طيب هنشوف الصالون، هندخل كده هنلاقي هنا مكان سبراي، اوكي. فهندخل وهنشغل، بيحصل زي ما انتم شايفين كده تقريبا، ده متخصص بالتجميل والحاجات دي زي كوافير يعني كده، والساونا والحاجات دي علوية. اوكي اطلع كده، انت بتعمل ايه حركات؟ انت لسه دايس عليه؟ لازم اجرب يا حبيبي، مش ببلاش ولا ايه؟ ايه ده اللي هو ده جاي في عيني؟ احسن جه في عينك احسن النوت. اوكي دلوقتي خلينا ندخل هنا نشوف ايه اللي موجود جوه. اوه ايه الجهاز ده؟ عارف بص على اوه ماي جاد، حركات بصوا، دخل على طول في ثواني قاعد على الجهاز. الو بس كده، هو الجهاز ده بيخليك ذكي ولا ايه؟ وانا بقول ايه؟ الشريط ده مكيف. إيه لا للاسف الجهاز ده مش بيخليك ذكي، انت لسه غبي زي ما انت. سرير مكيف ايه يا غبي؟ لا لا مش بتاع الذكاء الجهاز ده. اوكي عشان لو ده بتاع الذكاء كان زمانه خلى حركات ذكي، يبقى ده هو اللي بتاع الذكاء. تعال حركات بص كده. ايه ده يا حبريكا؟ ايه المكان ده؟ وانا بقول ايه؟ انت ليه قفلت عليا بطانيه؟ بطانيه؟ يبقى برضه المكان ده مش بتاع ذكاء، لسه ذكائك زي ما هو غبي. تعال حركات النوب. اوكي مش عارف ايه الاماكن دي على ايه. طب انا لو دخلت جوه ايه اللي بيحصل؟ اقفل إيه كده يا ابو علي. او ماي جاد، الو الحاجات دي؟ والله ما عارف، اكيد الحاجات دي فيها الغاز على الهوية، مش عارف. ينفع ننط من فوق؟ اه والله ينفع عادي، مش عارف بصراحه ايه الحاجات دي. اوكي هنطلع وهنشوف ايه الجديد تاني في التحديث. تعالى حركات تعالى. واحسن حاجه على الهوية لما بنغير الشكل بتاع المحل بيتغير من فوق الشعار بتاعه. اطلع كده حركات، غير الشكل كده من فوق. لازم يكون بص على الهوية، اتغير اسم المحل والشعار بتاعه بصوا. لا غير تاني اي حاجه تاني حركات، البارتي زي ما هي. بص المطعم، مطعم بريك فاست على طول، ليتس جو. اوكي تعالى حركات دلوقتي على الهوية، في خدعه جامده جدا تانيه، بس طبعا اهم خدعه لحد دلوقتي موجوده معانا خدعه المتحف بتاع مستر بروك هيفن. فاحنا هنرجع المتحف زي ما هو عشان المتحف ده فيه الغاز كتير جدا، هو كل حاجه. بما انه موجود مستر بروك هيفن هنا، فالمتحف ده علويه هو اللي فيه كل الالغاز. تعالى حركات، تعالى حركات كده، بس نجيب البيت اللي هو بتاع الالغاز برضو. البيت ده علويه موجود فيه الغاز متعلقه برضو ببروك هيفن. اوكي هننزل البيت اللي هو انزل كده بعلي البيت ده. اوكي اختاره كده، يب. تعالى حركات، وانا بقول ايه؟ انت اخترت البيت مكاني ولا انت شريت بيتي؟ يا حركات مؤقتا بس ما تقلقش. تعالى هندخل كده على الهوية بسرعه، هنطلع فوق لان فوق في مكان سري كلكم عارفينه برضو. اطلع كده ابو علي. اوكي المكان السري ده هندوس على الزرار السري ده على الهوية، يب دوسنا عليه. تعالى حركات كده وهنروح نازلين طبعا تاني. اوكي وهنيجي طبعا على الهوية الناحيه التانية. تعالى حركات الفرخه، هنروح عند الكنيسه على الهوية لان الكنيسه برضو متعلقه بخدع كتير موجوده في بروك هيفن، فلازم نروح هناك. وطبعا عاوزكم تجربوا الخدعه دي وتجربوا حاجات تانية كتير، لان في خدع كتير موجوده برضو هنا. غرفه الكهرباء اكيد متعلقه بحاجات، فيها حاجات لو دوسنا عليها هتفعل حاجات تانية في الاماكن الجديده دي عند المتحف زي ما مستر بروك هيفن كان متفعل. تعالى حركات هندخل الكنيسه، فبعد ما ندخل الكنيسه على الهوية هنيجي هنا كده عند الزرار ده. اوكي ثانيه الزرار نور، يب نور، ليتس جو. دلوقتي حركات نسلت العصايه، تعالى نجيب العصايه، العصايه السريه اللي بتنزل هناك على الهوية، نروح نجيبها على طول. وانا بقول ايه؟ بعد ما تجيب العصايه بقى نضرب بيه. يا ابني مش هنضرب حد، انت غبي ليه بس كده؟ جيب العصايه يا الهوية، نجيب العصايه. اوكي بعد ما جبنا العصايه دي هنروح دلوقتي نعمل ايه بقى؟ هنروح عند المتحف لان المتحف متعلق بيها. اوكي هنروح على المتحف ونجربها عند مستر بروك هيفن. احنا جربنا الكتاب، هنجرب العصايه، مع العصايه دي برضو حاجه سريه. فا اوكي هنشوف دلوقتي هتعمل ايه. تعالى بسرعه كده حركات، ممكن نجربها هنا نشوف بتعمل حاجه ولا لا. الو ما بتعملش اي حاجه هنا. اوكي طب الكتاب ما بيعملش اي حاجه هنا. اوكي خلينا نجرب الناحيه الثانيه، سيب كده، يب شغال. الو ايه ده مش شغاله؟ وانا بقول ايه؟ مش شغاله عندي برضه.
ايه ده؟ انا سمعت صوت. الو والله سمعت صوت. او ماي جاد ايه ده؟ الحق قوه خارقه صفراء. هولي مولي قوه خارقه صفراء. او ماي جاد مش عارف انا اللي شغلتها ولا انا لما جيت شفت. ايه ده؟ انا فهمت. بص 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 حركات لما باجي اقف هنا بتعمل صوت. بص يابا عملت صوت فبتطلع القوه الخارقه الصفراء دي. انا مش عارف. طب ثانيه كده امسك كتاب ابو علي. خلينا نطلع مستر بروك هيفن اما نشوف دلوقتي. يب يب الو مستر بروك هيفن تقريبا ما بيشتغلش والقوه الخارقه الصفراء شغاله. فهمت لازم القوه الخارقه تفصل. اوكي علويه هنا في اسرار كتير في المتحف. المتحف ده وراه اسرار كتير. خلينا اعمل كده كتاب. اوكي مستر بروك هيفن هيظهر دلوقتي اما نشوف. مستر بروك هيفن جبت لك العصايه بتاعتك امسك يا مستر بروك هيفن. الو مش عارف علويه هو طيب عايز ايه؟ انا مش فاهم بصراحه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ هولي مولي على الصوت على حركه الفرخه كده. المتحف ده علويه انا عاوزكم تلعبوا فيه على طول. اكتشفوا ايه الحاجات اللي موجوده. تعالى حركات كده. وانت مالي؟ اطلع بس في حاجه سريه. ايه ده حاجه سريه؟ هولي مولي حركات اخيرا اكتشف حاجه سريه. عاوز حركات. بص يا واد مالي فعل كده مستر بيوك هيفن كده تاني. افعل مستر بيوك هيفن. بيوك هيفن ماشي اهو فعلت مستر بيوك هيفن. واد مالي بص بقى اسمه بص بيظهر. ايه ده؟ اسمه ايه؟ او ماي جاد جريت اسمه بيظهر علويه. ايه ده؟ ودي كمان اسمها زهر. اوعى كده هي دي زوجته فير. هولي مولي اسمه جريد واسمها فير. اشمعنى دول اساميهم اختفيه حركات؟ يا ابني بص عشان لسه في سر هنا ما اكتشفناهوش بقى. ايه ده بجد؟ والله ممكن. ايوه يا علويه فعلا الكتاب ده وراه سر احنا لسه ما اكتشفناهوش. عشان كده اسم الراجل ده اللي هو الحرامي ده او النينجا ده. طبعا ده هو كان حرامي اديب يعني في بروك هيفن وكده فاسمه مختفي. والملكه دي اللي مخطوفه تقريبا اسمها مختفي عشان لسه في سر لحد دلوقتي احنا ما اكتشفناهوش. او ماي جاد تعالى حركات انا افتكرت حاجه. تعالى تعالى ممكن نكتشف حاجه علويه. اوكي هنروح عند الفندق. ليتس جو يا رب تنفع. احنا لازم نكتشف الحاجه الثالثه علويه عشان نعرف اسامي الناس الثالثه دي. واكيد لو اكتشفنا الثلاثه ممكن يظهر لنا حاجه في الاخر. انا عايزكم تجربوا معايا عشان نشوف الحاجات الجديده اللي في بروك هيفن. طبعا انا هنزل البيت هنا اقول لكم ليه دلوقتي علويه. انا هنزل البيت ده. اوكي بسرعه يا ابو علي شيل البيت بتاعك. طبعا هنزل البيت ده علويه. انا معايا الكتاب فلما هنزل هنا في الفندق بيت هينزل بالشكل ده. في هنا كتاب اهو. او ماي جاد انا عايز اجيب الكتاب ده. حركات انت جبته ازاي؟ هبديه لك اهو يا ابني. لا لا انا مش عايزه. طب ثواني خلينا اشيل الكتاب ده علويه. مش عايزه شلته خلاص. خلينا اجيب الكتاب السري ده. اوكي الو الكتاب مش عايز اتاخد ليه؟ يلا جرب تاني. اوكي جبت الكتاب دلوقتي علويه. تعالى حركات بعد ما جبنا الكتاب السري ده علويه اللي موجود في الفندق هنروح نجربه على امل ان السر يشتغل معانا. يا رب يشتغل معانا ونجرب ونشوف وايه اللي هيظهر لنا. بسم الله خلينا نجرب الكتاب ده. تقريبا يا علويه مش هو. في كتاب هو موجود هنا كتاب. مش شرط ان الخدعه تكون كتاب ممكن تكون حاجه تانية بس مش عارف ايه هي بصراحه. او ماي جاد حط ابو علي الكتاب مش عايز يتحط. طيب هنكتشف اي حاجه تانية تحت. تعالى حركات كده. اوكي يا علويه دلوقتي هتقول لي لابو علي انت رايح فين. اقول لكم يا علويه مش مستر بروك هيفن اللي بيظهر فوق ومحيرنا. لازم اروح للمكان السري بتاعه. مش هو ليه اوراق في البيت اللي هناك ده؟ لازم نروح نكتشف الاوراق دي ممكن نلاقي اي حاجه سريه في الورق ممكن نعملها. اوكي بسرعه 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 ابو علي ليتس جو. هولي مول انزل حركات. واو بسرعه بسرعه يلا حركات ادخل. ايه ده يا حبريك عفريته عفريته عفريته. هولي مولي ايه ده؟ الو الحق علويه ايه ده؟ او ماي جاد هو مين اللي قاعد على الكرسي ده؟ ايه ده حركات من دي؟ وانا ابو علي دي نجمه. نجمه نجمه ولا فراشه ولا ايه ده مش عارف. ايه ده إيه انت منور؟ هولي مولي ايه ده علويه؟ مين اللي دماغه مثلث؟ دي شكلها ست والله تقريبا ولا راجل ولا ايه بالظبط مش عارف. اللي يعرف ايه السر ده يكتب لنا في الكومنتات. انا ما كنتش متخيل ان انا الاقي ان الست دي منوره. اعتقد ان دي ايوان افتكرت. ركز معايا حركات ركز. بص بص حركات شايف المثلث اللي فوق ده؟ هو ماله بقى المثلث ده؟ ده يا حركات نفس المثلث اللي موجود في المتحف. انا افتكرته وانا بحط الحديده. اه والله هو هو صحيح هو ده بقى فعلا هو والله. هولي مولي معقول علويه شايفين مستر بروك هيفن عامل خدعه رهيبه. انا كنت جاي عشان اشوف الورق ده والورق نفس الكلام تقريبا نفس الكلام اللي كان مكتوب قبل كده. مش ممكن بروك هيفن بقى فيها اسرار كتير جدا جدا.
عاوزكم تجربوا كل حاجة في التحديث الجديد وتساعدونا ونكتشف الحاجات الجديدة دي كلها هلوية، وكده نكون اكتشفنا كل حاجة في التحديث الجديد بصراحة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تنزلوا تعملوا لايك واشتراك في القناة، وبكرة استنوا الحلقة التانية من حلقة جد حركات، اوكي هلوية؟ عشان جد حركات مخطوف، فهنشوف هنعمل ايه وازاي هنقدر ننقذه من العصابة الاسبانية، اوكي؟ يلا نشوفكم الفيديو الجاي، سلام.